اليوم احنا بننظف شارع سينما الفريد بالتعاون مع الجمعية وبالتعاون مع البلدية. احنا حاليا اهدافنا في هذا النشاط نغرس قيمة التطوع، نغرس قيمة نظافة، حتى انه يعني بالمستقبل ممكن انه هالاشي يحفزنا ما نصير ممكن نرمي الزبالة في الشارع، لانه احنا تعبنا اصلا لتنظيف هذا الشارع. استثمرنا وقتنا، استثمرنا جهدنا في تنظيف هذا الشارع بالتعاون مع فرقة كركر في الترفيهية، بالتعاون مع متطوعين بدائرة الشباب والتطوع في الجمعية. واحنا حاليا يعني اليوم مدة النشاط ساعة ونص، من خلال هاي الساعة ونص راح نكون منظفين كل الشارع. وشكرا لتلفزيون الفجر لتغطيتهم الإعلامية لإلنا.